هاتفيا ينضم الينا دكتور جهاد الحرازين استاذ العلوم السياسيه. دكتور جهاد برحب بك يا فندم معنا الى هذه التغطيه. بالفعل يمكن دخلنا في اليوم 339 منذ بدء هذا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه في 7 من اكتوبر الماضي. هناك تحركات مختلفه عده على ارض الواقع سواء كان من بعض الدول العربيه في مقدمتها بالتاكيد الدوله المصريه. كان هناك دعوه مقدمه من قبل جنوب افريقيا، جلسات عدة لمجلس الأمن. بالفعل يعني يقول البعض أن الولايات المتحدة أصبحت تعطي أو بدأت تعطي الضوء الأخضر لوقف هذا العدوان. كيف تقيم الوضع الآن داخل القطاع؟ يعني أولا بعد التحية لك ولكافة المشاهدين الكرام، أعتقد بأن الأمور التي تسير من حالة من الحراك السياسي والدبلوماسي الذي يجري من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار أو التوصل إلى هدنة، هذا الأمر الذي يبدو بأن حكومة الاحتلال لا ترغب بتحقيقه على أرض الواقع، ولذلك وجدنا بأن نتنياهو في كل مرة يحاول نسف تلك الجهود، وبعد المؤتمرات الصحفية التي خرج بها مؤخرا هو ينسف أي جهود سواء على الصعيد المستقبلي أو على الصعيد الحالي. كل ذلك وجدناه علما بأن نحن نعلم بأن الإدارة الأمريكية لن تستطيع ولم تستطع حتى اللحظة فرض ما يسمى بوقف إطلاق النار على نتنياهو أو فرض خطة محددة على نتنياهو في هذا السياق، وكذلك أن نتنياهو استغل الوقت واستغل عامل الزمن بما يتعلق بالانتخابات الأمريكية وعدم قدرة الإدارة الأمريكية بتنفيذ أو بفرض خطتها المتعلقة. ومن هنا وجدنا أن العديد من المستشارين للرئيس الأمريكي بايدن تتحدث بأن أرجع بايدن طرح خطته التي كان يريد أن يطرحها كعملية إلزام لكافة الأطراف. وجدنا هذا الأمر بشكله الحقيقي، هناك العديد من الاتجاهات التي ترفض أن يطرح لأن هناك تأثير حقيقي سيكون على الانتخابات الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي ستجري بعد أقل من شهرين. لذلك أعتقد بأن الضوء الأخضر لم يعد حتى اللحظة، نحن لازلنا في المنتصف، لا يوجد هناك ضوء أخضر حقيقي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار أو الوصول إلى تهدئة، علما بأن بلينكن عندما صرح بأن 90% من القضايا تم التوافق عليها أو تم إنجازها وبقي العدد القليل، خرج نتنياهو لينفي كل هذا الأمر، وخرجت حتى الوسائل الرسمية لدولة الاحتلال الإعلامية تتحدث بأن لم يعد هناك مجالا. نقلا عن عضو فريق التفاوض الإسرائيلي قال بأنه لا يمكن خلال الفترة القادمة تحقيق ما يسمى بالصفقة أو بالتهدئة. أضف إلى ذلك بأن نتنياهو ما يستخدمه اليوم وحكومته المتطرفة من سياسة الباب الدوار بما يتعلق بتنفيذ الهجمات أو بإشعال العديد من البوار في عدة مناطق، وجدنا قطاع غزة ومن ثم الضفة الغربية كذلك الجبهة الشمالية المشتعلة وبالأمس سوريا وغير ذلك، نتنياهو يريد خلط الأوراق في المنطقة وهذا ما يسعى إليه حتى لا يتم الضغط الحقيقي وفرض أمر واقع في مناطق الضفة الغربية ومدينة القدس على حساب الدم الفلسطيني الذي يجري في قطاع غزة ويجري في كل المناطق الفلسطينية. دكتور جهاد، الحقيقة كان هناك عدد كبير جدا من الزيارات المتكررة لعدد من قادة ورؤساء دول العالم منذ بدء هذا الصراع في 7 من أكتوبر الماضي، زي ما حضرتك ذكرت لأنتوني بلينكن، أيضا للأمين العام للأمم المتحدة أنتوني جوتيريش لمعبر رفح، أيضا كما ذكرت أنا منذ قليل أنه بالفعل يبدأ الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل جولة تشمل حتى القاهرة ولبنان لمدة 5 أيام. هل من الممكن التعويل على هذه الزيارة من وجهة نظرك؟ يعني هناك موقف واضح أعلن عنه جوزيب بوريل في العديد من المناسبات المتعلقة بالتعبير عن الموقف الأوروبي، منها الدعوة إلى مؤتمر السلام، الدعوة إلى وقف إطلاق النار، حتى أنه ذهب إلى أكثر من ذلك عندما دعا إلى فرض عقوبات على وزراء من حكومة الاحتلال الذين يدعون إلى الكراهية ويدعون إلى العنصرية ويدعون إلى التحريض، على رأسهم كل من بن غفير وسموتريش. ولكن تفاجأ جوزيف بريل بأن
إسرائيل عندما تقدم وقال بأنه يرغب بزيارة إسرائيل ويرغب بزيارة المنطقة، بأن هناك موقفا أو قرارا من قبل دولة الاحتلال عبرت عن رفضها لهذه الزيارة إلى إسرائيل، أو عدم استقباله بالأحرى ولكن بشكل دبلوماسي، بأن هي مشغولة أو غير من الممكن استقباله في تلك الفترة أو خلال 5 أيام التي يريد الزيارة. وهي تعبير موقف بأن إسرائيل ترفض ما خرج أو تناهض ما خرج من تصريحات لمنسق السياسة الخارجية لجوزيف بروريل. أضف إلى ذلك بأن عندما تفضلت بالحديث بأن هناك زيارات العديدة من قادة دول العالم ومن وزراء الخارجية والذين جميعهم أتوا إلى المنطقة والتقوا بالعديد من القيادات، وكانت آخرهم وزيرة الخارجية الألمانية التي كانت في المنطقة قبل أيام. كل ذلك حتى اللحظة لا يوجد ضغط حقيقي على حكومة نتنياهو باتجاه وقف أو الذهاب إلى وقف إطلاق النار أو التوصل إلى هدنة أو كما نقول لجم هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ولجم القوى العسكرية المفرطة التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي، وكلها تأتي في سياقات محددة دعوات. ولكن لأن نتنياهو يدرك جيدا لم تخرج تلك الدعوات عن حالة الإدانة أو الشجب أو الدعوة لوقف إطلاق النار، لن تذهب إلى البدء بإجراءات عملية، وخاصة أن الدول التي تتحدث، نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية التي هي تزود دولة الاحتلال بالسلاح، التي هي تزودها بالمال، تزودها باللوجستيات، تزودها بالدعم، تزودها بالغطاء القانوني والسياسي في العديد من المنظمات الدولية على رأس مجلس الأمن. كذلك ألمانيا من أهم الدول المصدرة للسلاح لدولة الاحتلال، بريطانيا، فرنسا، العديد من الدول الغربية. عندما تجد دولة الاحتلال بأن هناك مواقفا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية أو أولى هذه المواقف وقف تصدير السلاح إليها مما يضعها في معضلة، وعندما بريطانيا اتخذت قرارا بمنع تصدير 9 أنواع من الأسلحة إلى دولة الاحتلال، وجدنا بأن هناك حالة من الهرج والمرجة التي سادت داخل دولة الاحتلال. هذا من جانب. من جانب آخر، عندما يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات سيجد نتنياهو نفسه أمام معضلة، سواء على الصعيد الداخلي أو حتى على الصعيد الدولي، ولكن دون أي إجراءات لازال نتنياهو يناور ويمارس عملية الخداع والكذب والتضليل بما يمارس على المجتمع الدولي ويمارس حتى بداخل الإسرائيلي. وجدنا المظاهرات التي خرجت داخل دولة الاحتلال والتي كانت تطالب بعقد صفقة، علما حتى يدرك المشاهد قضية بأن هذه المظاهرات لم تخرج من المطالبة بوقف إطلاق النار، هي خرجت للمطالبة. لكن دكتور جهاد، الحقيقة أنه كان هناك تحذير يمكن حتى من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية هذه الأزمة، أن ما يحدث الآن داخل قطاع غزة سيحدث له أمر مماثل في الضفة الغربية، وما حدث بالفعل سيكون هناك اتساع لرقعة الصراع للمنطقة بأكملها، وأيضا هو ما حدث بالفعل. كان الأمر بدأ بقصف جوي عشوائي، الآن أصبح هناك استهداف بشكل ممنهج لكل المنشآت السكنية، للقطاع الطبي اللي أصبح يعني مرهق في استقبال المزيد من الحالات الحرجة. سؤالي هنا لحضرتك، ما الذي تريد إسرائيل في هذا التوقيت؟ يعني دعيني أعقب بما تفضلت به في هذا السياق. نحن نعلم الموقف الذي نادت به مصر ونادى به الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية هذا العدوان، وكان لدى مصر الرؤية الثاقبة في هذا السياق، وهذه الرؤية التي كانت تتسق بضرورة وقف العدوان، وقف إطلاق النار، وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى رفض فكرة التهجير القسري وإدخال المساعدات وإيجاد أفق سياسي. حتى أصبحت هذه الرؤية التي تقدم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمثابة هي رؤية دولية، وأصبح العالم بأسره يتبنى هذه الرؤية في هذا السياق. وكان لمصر الدور الحاسم بما يتعلق بفكرة وقف عملية التهجير القسري، وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي بأكثر من مناسبة من عدم ذهاب المنطقة إلى حالة من الاشتعال أو حالة من الانفجار نتيجة العدوان الإسرائيلي ونتيجة الإجراءات الإسرائيلية التي تتخذ سواء في قطاع غزة أو في الضفة أو في مدينة القدس، لأن الأمور جميعها ستتفجر وستعاني المنطقة من آثار هذا الانفجار الذي يحدث في كل المناطق. ولذلك أعتقد بأن نتنياهو هو بالأساس يرغب لعملية تفجير الصراع في المنطقة
من أجل فقط لفت الأنظار ومن أجل أن يكون هناك حالة من عدم الانتباه لما يجري بالأراضي الفلسطينية ومن تنفيذ سياسة الأمر الواقع التي يتخذها، ألا وهي تقويض فكرة تحلي الدولتين وتقويض السلطة الفلسطينية وتقويض حل أن يكون هناك إنهاء للاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما عبر عنه هو زرع هذه الحكومة، منهم من دعا إلى ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية، ومنهم من دعا إلى عملية التهجير القصري فيه سواء في الضفة أو في القطاع، ومنهم من دعا إلى تجويع أهالي قطاع غزة بتجويع 2 مليون فلسطيني، واعتبر بأن هذا الأمر هو عمل أخلاقي، ومنهم من دعا إلى إبادة قرى بأكملها كسومترش الذي دعا إلى إبادة قرية حوارة وحرقها هو وبن غفير. إذن نحن أمام سياسة محكمة أو سياسة متفق عليها من قبل اليمين صحيح. الإسرائيلي، ولذلك نتنياهو يرغب بأن يكون هناك أمرا واقعا جديدا يفرض لا يستطيع التراجع عنه أو لا يستطيع العالم التراجع عنه، بالإضافة إلى مواصلة الاستيطان ونقل القضية من قضية سياسية وطنية لقضية نزاع سكاني. بالنهاية هو يرغب بالتوصل إلى هذا الأمر، ولذلك وجدنا تهديدات قادة الاحتلال. لذلك يمكن السيد الرئيس كشف هذا المخطط منذ اللحظة الأولى بمسألة طبعا إنهاء السلام مع دولة المصرية ومسألة الإبادة الجماعية لكل سكان القطاع. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور جهاد الحرزين أستاذ العلوم السياسية، شكرا لك.